بون دابا غادي نستعمل لا كريم. لا كريم اللي غادي نديرها هي سوفت، الاسم ديالها سوفت ماشي نيفيا سوفت، هذه سوفت ديريكت. هاي هاد لا كريم هادي كتحتوي على لا فيتامين او اللي هي زوينه للبشره وكتغطي لنا البشره ديالنا، ومن طبيعه الحال الجليسيرين وكاينين مواد اخرين كاينين فيها. دوك هي غادي نضغطي بها او نرطب بها البشره ديالي. وزوينه هادي الوجه بشره ليدين ليديدات ورجلين ولوك اختينا كامل، يعني كلشي الكوغ ديالنا نقدروا ندهنوا بها هذه. واللي فيها زوين هاد لا كريم، شوفوا ديجا راه ما بقاش فيها، نشوفوا انا عصرت هاد هاد لا كريم هادي اخترعتها بتكرت على البنات. انتم شو انا غادي ندير هاد هذا لوجهي. نتوما غادي ديروا البلايص كاع اللي عندكم فيهم لي طاش البقع اطار الحبوب الجبهه ديالكم. انا جبهتي ما كنديرش فيها قريق اللي فاش كندير فيها لي كريم. دونك لي زوين في هاد لا كريم وهي انها غنقول لكم واحد الحاجه، كندهنوا هكا الوجه ديالكم صافي، ومني كدهنوا وجهكم كتدخل دغيا للبشره، ما كيبقاش داك الوجه مزيت هكا هكداك تيبرق، لا 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 الوجه كيتنشف دغيا كينشف، كتبقى البشره زوينه. تقدروا تخرجوا بها هكدا ديروا واحد شويه دروج على شويه دوك حيحلات ايوا صافي، وتقدروا تخرجوا هكدا حيت الا نضفتي وجهك درتي ليه تنظيف من الاعماق ديالو حيت البشره ميته، درتي ليه الماسك، درتي ليه ما ورد هذا زوين 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 بزاف، ودرتي لك كريم المرطب صافي البشره تاعك راه زوينه 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 زوينه. زعما قليل فاش غادي ديري شويه ديال الماكياج، والبنات اللي كيديروا فون دو تان ديرك طق بل تبلطي على وجهك هذيك، لا 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 ما زويناش فون دو تان الا دخل ديريكت البشره ما زوينش. دونك فون دو تان كديريه بعد ما كتغسلي وجهك كتنطفيه كتنقيه كتمسحيه بلولي دو تواليت الماء دو تواليت لا كريم هيدغاتونت عاد سيروم، كاين بزاف د الحوايج عاد ديري فون دو تان. دونك انا ها نتوما شوفو قدامكم هادشي كنديرو. ودونك انا الوصفات اللي كنستعملهم انا كنقول علاش ما نبارطاجيهم مع البنات مع صحاباتي ومع صحابي. دونك البنات كانت هذه هي لا فيديو تاع اجوردي ديال اليوم، سمحوا لي من بعد نجيب لكم حاجه اخرى تكون زوينه. شوفوا هذا الشعر لي هنايا مكمل غسلته بالماء بارد حيت الحال عندنا الصهد ما نقولكمش. دونك نجيب لكم واحد الكويبا يا سلام كيفاش دايره سختو في هذا الصيف تقدري تخرجي فيها يا لالا يا البنيه يا المدام يا كلشي. كلكم تقدروا ديروا هذوك الكويف الكويبا الكويبا الكوافير فوالا وتخرجوا بها. دونك من بعد غادي نشوف ليا شعري ونزل لكم لا فيديو دابا تشوفوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا سلام عليكم.